الآن قد يقول قائل: يا رجل، ولكن الله تبارك وتعالى في كتابه قال إن عذابهم مقيم، وقال وصف عذاب جهنم بأنه عذاب غرام، إن عذابها كان غرامة، والعذاب الغرام هو الملازم كالغريم، يلازم غريمه، ها المدين إيه أو الدائن، الدائن يلازم إيه المدين الغريم، يسمى إيه الغريم، المغرم والمأثم، النبي يتعوذ. إذن غرامة ملازمة. وقال تبارك وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال: وما هم بخارجين من النار، لا يموت فيها ولا يحيى. قال: إنكم ماكثون. ونحو هاته الآيات قلنا مرحبا بالوفاق. كل هاته الآيات نحن نصدع بها ونقول بها وننزل على دلالاتها، ولكنها خارج محل النزاع، خارج محل النزاع. ما هو محل النزاع؟ محل النزاع إذا عدمت جهنم وطفئت وصفقت أبوابها وانتهت، انتهى، ينتهي كل شيء. فرق كبير بما يعني جهنم بما أنها باقية وطول مدة بقائها أيها الإخوة، نعم هم لا يغادرونها، أعني المشركين والكافرين مش عصاة الموحدين، ويظلون فيها، والعذاب في ازدياد، والعذاب في ازدياد، والجلود إيه في نضيج وتجديد، في نضيج إيه وتجديد. كل هذا نقول به، وقال به ابن تيمية، وقال به ابن قيم. لكن هذا أيها الإخوة كله مقيد بماذا؟ مقيد بالظرف، ظرف المكان جهنم. فإذا طفئت وانتهت انتهى كل شيء، فيفعل بهم كل ما ذكر طالما هي إيه؟ هي موجودة. تماما كما يقال فلان في السجن ويفعل به كذا وكذا وكذا كذا، ويزداد عليه العذاب ويضاعف وهو عذاب مقيم إلى آخره. لكن كل هذا صحيح ما لم ينهدم السجن. فإذا انهدم السجن وانتقض بناؤه خلاص انتهى كل شيء، لكن طالما السجن موجود. وهذا هو الفرق بين مؤمن قضت النصوص خاصة النصوص النبوية الصحيحة، بين مؤمن عاص موحد عاصي دخل جهنم وأخرج منها بالشفاعة، وأخرج منها بالشفاعة. ولم يرد مثل هذا أن الشفاعة تنال الكافرين، قلنا مقامان مختلفان. المؤمن يخرج من نار جهنم وهي باقية، وأما الكافر فيخرج منها وقد إيه وقد طفئت وانتقض بناؤها، مقامان مختلفان. إذن ليس في كل تلكم الآيات كما أشار إيه ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما ما يشكل جوابا واضحا وقطعيا عما أتيا به. انتبهوا، هذا شيء وهذا شيء، أدركنا الوقت.